السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله معانا شوية وصفات تحفة جدا جدا، وهنبدأ بقى علشان نعمل مع بعض تفريزات رمضان. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعل ايامنا كلها يا رب خير وبركة، وينولنا رمضان واحنا كلنا في احسن حال، اللهم امين. نسيت اقول لكم النهاردة يومكم سعادة باذن الله، ويا رب دايما كده زايدين ومش ناقصين. النهاردة زي ما قلنا هنبدأ تفريزات رمضان، ومن أهم تفريزات رمضان واللي أنا بعشقها وأعتقد كل اللي بيتفرجوا دلوقتي بيحبوها جدا، اللي كنا بنسرقها وهي محمرة زمان، كفتة بجد، يعني من أنواع الكفتة اللي اقتصادية جدا، لأننا عندنا كمية رز مهولة جنب كمية اللحمة، فبتطلع معانا كتير قوي. كمان بنعرف ان احنا نستغلها امثل استغلال، وهو ان احنا ندخلها في صلصة ونقدمها بقى مع رز وكده، فبتبقى خطيرة بصراحة. النهاردة هنعمل عجينة الكفتة نفسها، هنقول مقاديرها المظبوطة علشان تعملوها كده وتطلع معاكو 10 على 10 وانتوا في البيت. كمان هنعمل منها صنفين. ناس كتيرة بتسأل كفتة الرز هل هي تتعمل بالبصل ولا بالثوم؟ فالنهاردة هرضي جميع الأذواق وهنعمل كفتة بالبصل وكفتة بالثوم. هنعمل كفتة بالصلصة ودي اللي هندخل معاها الثوم، وهنعمل كفتة بالبصل المكرمل، والشوربة بتبقى خطيرة صدقوني بقى، لو ما جربتوهاش قبل كده هتعجبكم جدا جدا، ودي اللي هنحط معاها البصل. يبقى النهاردة هنعرف ازاي كمان نفرزها، يبقى النهاردة هنعمل الكفتة ونعرف ازاي نفرزها، وهنشيلها ازاي، هل هنشيلها محمرة ولا هنشيلها عجينة، وكمان هنعمل منها طبيخ بالصلصة، هنعمل منها بالصلصة كده حاجة محترمة، كمان هنعمل منها بالبصل والشوربة خطيرة. ويلا بينا بقى نبدأ حلقتنا، وقبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش أرقام تليفوناتنا اللي تقدروا تتواصلوا معنا من خلالها، من أي تليفون أرضي على 0900 900، أما الموبايل هيكون على 2600 وفي انتظار مكالماتكم. تعالوا بينا بقى نقول مع بعض مقادير الكفتة. ومقادير الكفتة في أقاويل كتير جدا جدا. ناس تقول لا أنا بحب أحط كيلو رز على كيلو لحم، تمام هيمشي الحال. ناس تانية تقول لا كتير قوي كيلو لحم على كيلو رز، المفروض نحط كيلو رز على نص كيلو لحمة. ده شغال وده شغال، ودي حلوة ودي حلوة، كل واحد يعمل اللي هو شايف انه يقدر يعمله. انا عايز اقول لكم بس ان كله بيطلع حلو جدا. تعالوا بينا نشوف مقاديري انا عبارة عن ايه. تعالوا يلا، عندنا النهاردة 350 جرام من اللحمة المفرومة، هنحتاج 2.5 كوباية من الرز البلدي بتاعنا المطحون، تمام 2.5 كوباية رز مطحون. هنحتاج كمان 1 كوباية خضرة مشكلة اللي هي بقى بقدونس شبت كزبرة، هنحتاج 0.5 معلقة صغيرة من السكر، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، 0.5 معلقة صغيرة كزبرة، وسبع بهارات، وبصل باودر، توم باودر، كمون، ملح، وفلفل اسود. دي كده شوية البهارات اللي هنحطها علشان تخلي معانا الكفتة طعمها خطير، وطبعا البيكنج باودر علشان ما يخليهاش تبقى مكتومة، تمام. زي ما انتم شايفين هي المقادير هي هياها بتاعت كل بيت، يعني ممكن نكون مزودين شوية بهارات شوية هتدي تيست أحلى للكفتة. وزي ما قلت لكم هنا مقدار الكفتة أو الكفتة بتاعتنا، مقدار اللحمة المقدار الرز حوالي 1.25 كيلو من اللحمة على حوالي 1.25 كيلو من الرز، ده مقدار مظبوط جدا جدا، هو الوسط ما بين الاثنين، تمام. فجربوه ان شاء الله يعجبكم قوي. تعالوا كده بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلت لكم دي الرز ده متوفر جدا في السوبر ماركت. طيب لو مش متوفر وما عنديش غير الرز البلدي بتاعنا اللي هو السليم اللي بطبخه، هنعمل ايه؟ هنجيب الرز هنغسله، هننقعه 1/4 ساعة ونصفيه، وبعدين هفرده على فوطة من بالليل للصبح واسيبه ينشف تماما. نشف تماما هبتدي اضربه في الكبة او في المطحنة علشان يبقى معايا برضه بنفس الشكل ده، وابتدي عاير بعد ما اطحنه المعيار او المقدار اللي احنا قلنا عليه. تعالوا بينا بقى ناخد في الكبة كده البصل والثوم، اخد كمان الخضرة، واخد معاهم اللحمة، انا حطيت الخضره كلها وحاسه ان انا ممكن محتاجهاش قوي عشان احنا مقللين المقدار شويه، فممكن نشيل كده من الخضره، تمام حلو قوي. هحط بقى اللحمه المفرومه، وهنا بقى بنستخدم يا لحمه جملي
لو متوفره واقدر اوفرها بتبقى حلوه قوي قوي في كفته الرز. او نختار قطعه كده تكون يعني ايه ليها عرق، ما تكونش ناعمه، مش حته لحمه ناعمه، لا تبقى خشنه وانسجتها خشنه كده علشان تعمل لنا عرق في اللحمه. خلاص، واقربهم بتبقى الرقبه بتبقى حلوه قوي. حطيت اللحمه، حطيت البصل، حطيت الثوم، حطيت كمان الخضره. تعالوا نحط كل البهارات اللي عندنا، ثوم وبصل بودر، بهارات سبعه، عندي كمان البيكنج باودر، وادي الكزبره والكمون، دول اساسي معانا، رشه من السكر، وهتفرق صدقوني في طعم الكفته قوي، هتخليها لذيذه كده ومسكره وحلوه، فلفل اسود وملح. يلا انا هضرب دول كويس من غير ما احط الرز، هضربهم كويس جدا الاول لغايه ما ينعموا تماما. بسم الله الرحمن الرحيم. بالظبط، بسم الله الرحمن الرحيم. واخدين بالكو انا فرمت كويس قوي قوي لغايه ما نعمت كل المكونات مع بعض كويس جدا، فاضل ان انا احط دقيق الرز، وعشان دقيق الرز بيبقى جاف وناشف بالشكل ده انا هنزله واحط يعني معلقتين ثلاثه من الميه. ليه بقى؟ احنا لما بنروح للراجل علشان يفرم لنا الكفته فالرز بيبقى يا دوبك مغسول ومتصفي، تمام؟ فده بيدي كده ايه رطوبه للخلطه وبتخليها تظبط معاه. اما انا علشان مستخدمه الرز جاف تماما فلازم احط كده ايه معلقتين ثلاثه من الميه علشان تسهل معايا ان هي تبقى خلطه مظبوطه، تمام؟ وابتدي بقى اضرب الكلام ده تاني مع بعض كويس جدا. طلعت معانا حتة كفتة تجنن، بصوا القوام بتاعها، يعني انا عايزة اشيل بقى ده عشان اوريكم قوام الكفتة شكلها عامل ازاي، ولو حسيتي انك انت محتاجة معلقتين مية تاني حطيهم مفيش مشكلة، تمام؟ عشان انا بس هنا عاملة نص المقدار، انا هشيل الحاجات دي كلها واوريكم قوام الكفتة شكلها عامل ازاي عشان نبدأ نشكلها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. نبص بقى مع بعض، باين معانا الدنيا كده؟ بصوا بقى قوام تحفه ما شاء الله، ناعمه مش مخرزه، جميله 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 وماسكه نفسها وما شاء الله اللهم بارك طالعه قمر، تمام؟ زي ما كانوا اهالينا زمان كده بيعملوا فتحه في النص كده ويحطوا نقطتين زيت كده عشان يبداوا يشكلوا الكفته، احط كده نقطه زيت في النص بس كده. ان شاء الله يكونوا مجهزين لي طبق اهي. انا بقى دلوقتي هفرز، تمام؟ فبجهز جنبي كده اطباق الفوم دي، واخد بقى من الزيت، واخد كده جزء
وابتدي ايه اصبع الكفته بتاعتي. ويا سلام بقى لما توزني ايدك وكل صباع يبقى قد التاني علشان كله ياخد نفس وقت التسويه، وفي الشكل العام يبقى شكله حلو بالشكل ده. فين الزيت؟ تمام. بصوا كده شايفين، بصوا قوام الكفته طالع خطير ازاي اهو. هايل. اسمحوا لي كمان احط يلا الزيت على النار عشان يسخن كده ونبتدي نقلي مع بعض. من الاسئله اللي بتيجي برضو يا شيف، انا بحمر الكفته تبقى حلوه قوي بس بعد التحمير بتكش، تبقى مجعدة كده. عادي جدا ما تشغليش بالك خالص، انت لما بترجعي تحطيها في الصلصة بترجع تاني تنفش تاني وبتبقى حلوة قوي، فما تقلقيش منها. هو البوتاجاز بعافية. اه زعلان مننا مش عايز يشتغل. طيب ان شاء الله تكون الدنيا تمام. تعالوا بينا بقى، مع اني لسه مشكره فيه والله، يعني ما ضايقتوش خالص. تمام. طيب امتى اقدر اشيل الكفته؟ هل اشيل الكفته عجينه؟ هل اشيلها صوابع؟ ولا اشيلها محمره؟ عايزه اقول لك ان التلات طرق ينفعوا جدا جدا، بس انا ما بحبسش ان احنا نشيلها عجينه، احب دايما انا اشيلها مصبعه بالشكل ده لانها بتبقى اريح لي كتير، ما بستناش الكتله الكبيره دي تفك وبعدين ابدا اشتغل فيها، ودي بتاخد مني وقت كبير قوي. فخلينا نشكلها صوابع بالشكل ده ونشيلها في الفريزر متشكله. ولو انت ما بتحبيهاش محمره او مش هتخلي حد ياكل منها محمره، فتقدري انك انت تحمريها وتشيليها في الفريزر محمره، تطلعيها على حله الصلصه على طول. يبقى علشان نوفر وقت ومجهود الافضل ان انا اشيلها يا متصبعه بالشكل ده يا اما محمره. تمام. الاثنين دول، الطريقتين دول اسهل طريقتين، هيخلوكي تنجزي في وقتك جدا جدا، خاصه في الشهر الفضيل تسيبي بقى وقت كده ايه للعباده. احنا كده خلاص عملنا عجينة الكفتة وشكلنا فيها اهو والدنيا زي الفل. هنطلع فاصل صغير خالص، نرجع من بعديه نحمر ونشوف هنعمل ايه الطريقتين بتوع التسوية اللي هيعجبوكم جدا جدا. بعد ما نرجع من الفاصل على طول. رجعنا لكم تاني بعد ما خلاص خلصنا صبعنا الكفته بتاعتنا وبقت جاهزه كده. طبعا ما بين كل طبقه والتانيه لازم نحط كيس عازل من اكياس الثلاجه مفتوحه كده علشان نعزل الطبقتين عن بعض، عشان لما نيجي نفكهم ما يبقوش ملزقين في بعض. تمام. زي ما قلنا هنشيلهم كده او نشيلهم متحمرين زي ما انت عايزه، الاثنين مفيش مشكله خالص. يعني انا مثلا الولاد حواليا خصوصا الاطفال الصغننين اللي مبقوش صايمين بيحبوا الكفته محمره، فبشيلها بالشكل ده لما اجي اطلعها وانا بحمرها ناكل الاطفال الصغيرين اللي احيانا كده ما بياكلوش طول النهار بسببنا عشان احنا صايمين. بس انت لو انت مش محتاجه انك انت تاكلي حد متحمره سخنه، فخلاص شيليها متحمره عشان تبقى منجزه وسهله بالنسبه لك في شهر الصيام ان شاء الله. طيب تعالوا بينا بقى، احنا حاطين زيت على نار عشان نقلي الكفته بتاعتنا. واحنا بنقلي الكفته بتاعتنا انا عايزه برضو ابتدي اجهز كده واعمل معاكم الصلصه. فتعالوا بينا نشوف بقى مقادير الكفته بالصلصه ايه علشان هشتغل في الاثنين. صلصه تتسبك حتى في البيت، اعملي كده حطي الصلصه تتسبك على النار على ما الكفته تتحمر، شيلي من هنا حطي هنا، كل ده بيخليكي ما تقفيش وقت اطول في المطبخ. تعالي بينا بقى نعمل ايه، نقول مقادير الكفته بالصلصه.
هنحتاج نص كيلو من كفته الرز اللي احنا عملناها الخطيره دي، اللي بجد ناعمه وتحفه كانك عاملاها عند الراجل، واحلى وانضف. كمان عندنا نص كيلو من البطاطس مكعبات مدين لها تحميره، بصلايه متوسطه، بصلايه متوسطه دي بالصلصه اللي فيها بصلايه متوسطه مفرومه تمام، معلقه كبيره من الثوم المفروم، كوبايتين عصير طماطم، معلقه كبيره من الصلصه، ومعلقه كبيره من السمنه، شوربه مغليه، رشه سكر، رشه بهارات سبعه، وملح وفلفل اسود. هنا اضافه البصلايه الصغيره دي اختياريه، عايز تحطيها حطيها، مش عايز تحطيها مفيش مشكله خالص. تعالوا بينا بقى نروح على طاسه، سوري، على حله على النار ياخد فيها السمنه واخد فيها الثوم والبصل، وتعالوا يلا نشوف هنعمل ايه. يبقى كده انا بستعد للكفته اللي بصلصه، وانا حاطه الزيت على النار عشان احمر الكفته تمام. احط السمنه، ومع السمنه هضيف البصلايه الصغيره المفرومه، واسيبها ايه تتحمر شويه، يعني تبقى لونها ذهبي فاتح. وهي بتتحمر كده نبص مع بعض اخبار الزيت ايه. اعتقد كده الزيت سخن، هاخد الكفتة وابتدي احمرها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بصوا، طالما حطيت الكفتة وهي لسه ما بتعملش كده غليان حواليها باين معانا، بصوا بحط الكفتة كأني ايه مش حاطة حاجة تمام، فانا هستنى شوية لما الزيت يسخن اكتر من كده. هي شغالة النار بس لسه محتاجة تسخن بس شوية. شفت بقى يا استاذ حمدي خير كده، خلاص البصله مع السمنه بداوا ايه يسخنوا، وهنستنى البصله تبتدي تاخد لون كده اشقر او اللي هو البيج. زي ما قلنا في المقادير عندنا قد الكفته، بطاطس متقطعه مكعبات ومتحمره، وطبعا المكعبات تبقى محمله شويه علشان تتحمل كده معايا تسويه الكفته. من الحاجات اللي بحب اعملها كمان ان انا اميز الكفته بتاعتي، يعني انا النهارده هعمل لكم صنفين من الكفته، صنفين مطبوخين من الكفته، كفته بالبصل والشوربه وكفته تانيه بالصلصه. علشان كده قررت ان انا اخلي شويه مكورين، دول هنعملهم بالشوربه، والصوابع العاديه اللي اعتياديه بتاعتنا دي هنعملها بالصلصه. خلاص انتوا كمان في البيت كده برضو حاولوا ايه تغيروا، ما تبقاش كلها بالشكل التقليدي. كنا زمان كمان بنحب لما امه تعمل لنا الكفته، ربنا يرحمها يا رب ويطعمها وجميع امهاتنا من ثمار الجنه، كانت بتعمل لنا الكفته بقى ايه مدوره ومبططه كده زي الطعميه بس صغننه جدا، كنا بقى بنعشقها قوي لما كانت تعملها كده. سبحان الله، هي نفس الكفته الطويله او الصوابع بس دي كان ليها كده ايه بالنسبه لنا طعم تاني. احط دلوقتي ادي البصل ابتدى كده ايه يسخن مع السمنه، وابتدى ياخد لون شفاف. قبل ما ياخد اللون الذهبي هبتدي اضيف الثوم علشان هو والبصل ياخدوا لون ذهبي فاتح مع بعض. خلاص، يبقى اول ما اللون البصل يبقى شفاف هحط الثوم، ونسيبهم الاثنين بقى ياخدوا لون مع بعض. هنا بقى عندنا خلاص الزيت كده سخن، ولو جيت عملت كده فهتبصوا تلاقي فيه غليان اهو حصل حوالين الصباع، شايفين كده؟ يبقى الزيت سخن والدنيا تمام. هنزل بقى، وهنا بقى الريحة هتبتدي تلم كل اللي في البيت علشان يخطفوا منك صوابع الكفتة المقلية المحمرة، ده طبعا مش في رمضان، في الأيام العادية. دايما متعودين نحمر زيت سخن والنار ايه النار متوسطة علشان نسوي شوية في الكفتة. خلاص، خاصة كمان لو الولاد هياكلوها قبل ما تحط في صلصة، فراعي دايما انك انت ما تحمريهاش على النار عالية قوي، لانها هتاخد بس لون من بره وهتبقى جوه اللحمة نية. نقلب بقى كويس البصل مع الثوم، وبدأ يعني يدخلوا كده في اللون اللي احنا عايزينه. مين فيهم؟ ممكن طبعا، يعني ممكن ننقل هنا.
زي الفل. يلا هنقل لكم الحله دي، نحطها هنا اقرب لنا كده. كده كويس يا استاذ حمدي. هجهز بقى معلقتين من الصلصه، اول ما الاقي ان الثوم والبصل ابتدوا ياخدوا لون كده فاتح، ما تسيبهمش يغمقوا قوي. قولوا لي عايزين ايه تاني. تمام. احنا خلاص اصلا هنشيله اصلا دلوقتي خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. شميتوا ريحه الكفته؟ جات لكم ولا لسه جايه في السكه؟ ايوه والله، يعني الكفته دي بالذات سبحان الله، مهما يعملوا كفته وكون كلها لحمه والكلام ده كله، بس كفتتنا المصريه الاصيله دي بجد من انواع الاكلات اللي ليها معانا كلنا ذكريات حلوه قوي. يعني ماما يعني كانت مش عارفه تخبيها فين ولا توديها فين بصراحه. يعني يا رب كان عندنا يعني الوصفه دي من الوصفات نقول عليها وصفات الاعياد، علشان كده كان دايما بتبقى مرتبطه بمناسبات حلوه، عندنا فرح، العيد جاي، رمضان جاي، فتلاقي الكفته دي من اساسيات المطبخ. ف يعني سبحان الله كلها على بعضها كده ليها ذكريات عندنا حلوه جدا. كده بقى احنا محتاجين نطلع الكفته، نحطها هنا بقى عشان نطلع الكفته عليها. بصوا بنقلب بقى كده من وقت للتاني، خليها ايه تاخد تحميرتها وتبقى من جوه برضو مستويه، ما تبقاش نيه. زي ما قلنا نقدر نشيلها بالشكل ده في الفريزر طبعا، بعد ما تبرد خالص احطها بالكميات المناسبه ليا، عايزه قد ايه في الكيس، واشيلها طبعا بعد ما بتبرد واحطها في الفريزر لما اجي احتاجها في اي طبيخ بقى، فبروح مطلعاها منزلاها في الحله في الصلصه على طول، فده بيوفر لنا وقت كبير جدا. وتبقي حمرتيها كلها مره واحده، ما تجيش مثلا النهارده تحمري شويه في الزيت وبعد اسبوع مثلا تطلعي تاني عشان تحمري في زيت، فلا هيبقى اوفر لنا ان احنا نحمرها كلها مره واحده ونشيلها في الفريزر. كده خلاص حمرنا كفتتنا الخطيره بلونها الحلو، مش غامقه، الدنيا تمام، ريحتها حلوه قوي قوي قوي. وهشيل بقى الزيت خالص. ويا استاذ حمدي انا هجيب الحله دي هنا، وزي ما انتم شايفين كده البصل خلاص بدا ياخد لون ذهبي هو والثوم، وما تستنيش يغمقوا علشان الثوم لما بيغمق بيمرر وهيغير لي طعم الوصفه. فمجرد الاقي اللون بقى بيج بالشكل ده هنزل الصلصه الاول. هحط كمان معاهم البهارات، عندي هنا بهارات سبعه ورشه سكر بسيطه عشان الصلصه، فلفل اسود كمان. نقلب وبعدين هبتدي احط عصير الطماطم اللي احنا عصرينه او صلصه الطماطم اللي احنا مسبكينها وشايلينها في الفريزر، واسيب الخليط الحلو ده بقى علشان يتسبك. بس دايما واحنا بنسبك الطماطم ما تنسيش تحط لها الملح اللي بيساعد ان هي تغلي اوام وتتسبك بسرعه بالشكل ده، ونغطي كده ونوارب الغطا وخليها بقى براحتها تتسبك زي ما هي عايزه على نار ايه متوسطه. يبقى احنا كده جهزنا تسبيكه الكفته بعد ما عرفنا ازاي نعمل عجينه الكفته وصبعناها وحمرناها وفرزناها. ونطلع فاصل صغير خالص ونرجع لكم على طول، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنيكم.
رجعنا لكم تاني بعد ما عملنا مع بعض عجينة الكفتة وقلنا تتفرز محمرة أو متصبعة بالشكل ده، وطبعا الأوفر للزيت هتكون المتحمرة. كمان عندنا عملنا الصلصة بتاعة الطبيخ بقى عشان نعمل كفتة بالصلصة، عملنا الصلصة بتاعتها وابتدت تتسبك اهي والدنيا تمام. هبتدي احط بقى شوية شوربة وانزل كمان عليها بقى الكفته المحمره. يلا نبتدي نحط الكفته المحمره. طيب عندنا بطاطس محمره كمان، هل هحطها مع الكفته؟ لا طبعا، البطاطس محمره يعني مش محتاجه غير غلوتين بس علشان تكمل تسويتها وتتشرب من الصلصة. أما الكفتة فهتحتاج معانا شوية وقت، فهنحطها هي الأول ولما الكفتة تدخل في التسوية هبتدي أضيف لها البطاطس. اتفقنا إن احنا النهاردة عاملين وصفتين، فهناخد دي صوابع ونخلي الكور للوصفة التانية. هايل جدا. هسيب بقى الكفتة في الصلصة كده علشان تبتدي بقى تكمل تسويتها وحجمها يكبر. طبعا الكفتة فيها كمية رز، فلما تبتدي تتشرب من الشوربة بالصلصة الخطيرة دي فصباع الكفتة هينفش كده ويكبر شوية ويبقى طعمه خطير. طيب الكفتة بتاعتنا دي بتستوي، ما تيجوا نعمل الصنف التاني من الكفتة اللي هي هتكون ببصل مكرمل وشوربة. هنقل بس احط الحلة الناحية دي عشان محتاجين بقى هنا نار عالية شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. وبينا بقى نقول مع بعض المقادير. ومقادير كفتتنا هتكون عبارة عن ايه؟ عايز اقول لكم الكفتة دي بقى هتبقى خطيرة، احنا مش بس عاملينها ببصل مكرمل وشوربة، لا ده احنا حاطين كمان معاها بسلة وجزر، يعني طبخة حلوة قوي قوي. مجرد ما نحط جنبها شوية رز ايا كان بقى حباية وحباية بشعرية ابيض هيبقى الاكلة خطيرة. طيب هنحتاج ايه بقى؟ نص كيلو من كفتة الرز المحمرة، تمام زي ما شفتوا، بس احنا عاملينها بقى ايه مكورة عشان بس نميزها. هنحتاج بصلايه كبيره مفرومه، كوبايه ونص من البسله الفريش، كمان عندنا حوالي برضو كوبايه من الجزر الفريش متقطع مكعبات، ودايما راعي وانتي بتقطعي الخضار يبقى كل قطعه قد اختها علشان يستووا كلهم مع بعض. عندنا لتر من الشوربه المغليه، مكعب من المرقه، نص معلقه صغيره من السكر، ونص معلقه صغيره بهارات سبعه، وملح وفلفل اسود. دي كده مقادير وصفتنا اللي هي الكفتة بالشوربة. بداية كده زي ما قلنا بصلاية كبيرة تتقطع قطع صغيرة، هاخدها وهاخد السكر، وعندي معلقة كبيرة من السمنة، وهبتدي أنزلها على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل بقى بالبصلية الكبيرة. هنا أنا محتاجة بقى إني أخلي البصلاية تتحمر وتاخد لون علشان تتكرمل معانا، وإحنا بنحمرها هنضيف لها معلقة صغيرة من السكر. في وصفتنا نقدر نستخدم البسلة والجزر المتفرزين، لو احنا عندنا في الفريزر تمام فنقدر نستخدمهم مفيش مشكلة خالص، بس هنا دول فريش. احتاج كمان البهارات ومكعب المرقة، بس بعد ما الاقي البصل كده ابتدى يلون معانا ويتكرمل علشان ناخد طعم مميز جدا جدا للكفتة. احب ابص على الكفته الثانيه اخبارها بتغلي اهي. اول ما تغلي بتهدي عليها النار تمام، ومن وقت للتاني بتديها تقليبه لان الكفته فيها رز، ولو صلصتها مش كفايه والسوائل في الحله مش كفايه بيحصل ايه؟ بيحصل ان هي بتلزق في ارضيه الحله وتتحرق وتشيط،
وده طبعا مش عايزينه عشان ما يمررش معانا الاكله ويغير طعمها. فضروري انك انت من وقت للتاني بتدي تقليبه، تمام؟ عشان زي ما قلنا الكفته فيها رز فممكن تلزق في الارضيه، ولازم يكون عندك كده صوص زي ما انتم شايفين كده، ما تبقاش الحله ناشفه، تمام؟ هغطي واسيبها تكمل تسويتها. وهنا البصل على النار اهو، وراه لغاية ما يتحمر وياخد لون كده ايه بني شوية، علشان يدينا صلصة كده لونها بني خطير، تبقى حلوة قوي قوي خصوصا جنب الرز الابيض، بقى هتبقى تحفة. دايما الكفتة اللي بالصلصة بتحب الرز اللي بشعرية، اما الكفتة اللي بالشوربة دي بتحب الرز الابيض، بتبقى تحفة جدا جدا. هنقلب بقى زي ما قلنا ونشوح كده، ولما الاقي بقى اللون خلاص ابتدى ياخد لون بني هجهز البهارات. انا معايا زي ما قلت لكم بهارات 7 وفلفل اسود ومكعب مرقه. تنسوش ان احنا حطينا مع البصل رشه من السكر. طبعا نقدر هنا ان احنا ما نحطش البسله والجزر، دول اختياري. الخضار اللي معانا سواء في الكفته اللي هي بشوربه او الكفته اللي ببصل اللي هي بالصلصه اللي احنا مجهزين لها بطاطس محمره، نقدر نشيلها من الوصفه ونقدر نحط البطاطس مش محمره، نقدر نحطها مكعبات نيه تماما. فليكم مطلق الحريه في اضافه الخضار اللي احنا بنضيفه، بس عشان نكتر الكميه كده ويبقى كمان بالمره عملنا الخضار مع الكفته فمش محتاجين نعمل حاجه تاني. باين معانا البصل كل شوية لونه بيغمق أكتر، وده المطلوب. محتاجين لون حلو كده، لون بني كده، عشان يخلي معانا صوص الكفتة بني ولذيذ. عايزة أقول لكم لو مش مجربين الوصفة اللي هي الكفتة بالشوربة دي فانتوا فايتكم كتير جدا. عايزة أقول لكم إنها بتبقى خفيفة قوي، أخف كمان من اللي بالصلصة، فطعمها يعجبكم جدا إن شاء الله. خلاص قربنا ناخد اللون اللي احنا عايزينه، احنا مش حاطين توم خالص ولا عايزين توم، هو البصل بس مع رشة السكر، وبنحمرهم بالشكل ده. فرمة البصل برضو مهمة جدا، انك انت تفرميه او تخرطيه صغنن جدا، بلاش القطع الكبير عشان ما نلاقيهوش بقى في الصوص كده بصل كده رايح شمال وجاي يمين. فكل ما قطعتي صغير اللون هيبقى حلو اكتر، وكمان الشكل النهائي هيبقى حلو قوي. بدأ خلاص البصل ياخد اللون اللي احنا عايزينه، تمام اهو. هنا بقى هبتدي احط مكعب مرقة واحط رشة بهارات كده، خليها يلا تتحمص وتلاقي الريحه بقى طالعه عليكي خطيره. هنجهز الخضار، عندنا بسله وعندنا جزر، هبتدي احطهم. الشوربه بقى تكون كده سخنه ومغليه، وابتدي انزلها فوق الخضار. هنزل كمان الكفته علشان تاخد وقت تسويه البسله والجزر، تمام؟ ونغطي ونسيب الكلام الحلو ده يلا يستوي مع بعضه، بس لازم نظبط الملح. مش قادره اقول لكم بقى على جمالها بجد، وصفه سهله ولذيذه جدا جدا وخفيفه كمان. وادي الفلفل الاسود وادي الغطا، ونسيب بقى كفتتنا على نار عاليه تغلي، وبرده نهدي عليها النار، ومن وقت للتاني هنديها تقليبه كده بسيطه لغايه ما تلاقي خلاص الكفته استوت والخضار كمان استوى. وبالف هنا وشفا بجد ممتعه، اكلها ممتع جدا جدا. نبص بقى على دي كده نشوف ايه الاخبار. كفتتنا اللي بالصلصه
تبصوا بقى تلاقي كده صباع الكفته ايه نفش، الرز اللي فيه استوى فنفش وكبر بالشكل ده. دلوقتي اقدر احط البطاطس المحمره، وزي ما قلنا البطاطس المحمره ضروري تكون كلها نفس الحجم عشان كلها تاخد نفس وقت التسويه، فهنزلها كده اسيبها على النار قد ايه؟ مفيش، 5 دقايق بالظبط وارفعها من على النار. كفته استوت، البطاطس اوريدي مستويه، فخلاص غلوتين ثلاثة تتشرب بس من الصلصة عشان نقدمها على طول. هغطي عليها ونطلع فاصل صغير خالص ونرجع على طول علشان نقدم وصفاتنا، وهتروح في أي حتة مستنياكم. رجعنا لكم تاني وخلاص الكفته بالصلصه، يا سلام على ريحتها وتقل صلصتها، تحفه بجد. تعالوا بينا بقى نقدمها كده. شايفين الجمال؟ زي ما قلنا البطاطس دي معانا اختياري، حابه تضيفيها او لا على حسب راحتك. شايفين صوابع الكفتة؟ ما نفشتش بقى، اللي هي النفشة اللي في ناس كتيرة بتشتكي منها، تمام؟ دي نفشت ويعني نقول ايه، باظت كده وطريت جوه الشوربة او جوه الصلصة. لو عملتيها زي ما قلنا بالظبط هتطلع معاكي زي ما انت شايفة كده بالظبط، تمام؟ حلو قوي كده، كفاية. نشيل بقى الطبق ده ونروح نجيب وصفتنا التانية. ما شاء الله، بصوا معايا كده، دي بقى اللي بالشوربة والبصل المكرمل، خطيرة. واحنا كمان زبطناها كده وضفنا لها شوية بسلة وجزر عشان تبقى وجبة متكاملة مع شوية الرز، مش محتاجين اكتر من كده. طبعا كمية الكفتة اللي هتعمليها بجد هي موفرة جدا جدا، وفعلا من أكتر الأطباق الاقتصادية اللي في مطبخنا المصري. فإن شاء الله تبتدوا تفرزوها وتجهزوها علشان رمضان. كل سنة وأنتم طيبين. إيه دي الكفتة؟ يا سلام ما شاء الله. شايفين بقى الصوص بتاعها؟ بصوا كده، بصوا الصوص، شايفين لونه؟ خطير. وزي ما قلت لكم البسلة والجزر هنا برضو اختياري، بس انا بحب طالما هعمل حاجة هي في حلة واحدة يبقى الخضار والكفتة وخلاص كده، مش محتاجين اكتر من كده جنب شوية الرز. نشيل بقى دي وناخد طبقنا نقدمه. يبقى النهارده كانت حلقتنا حلقه مهمه جدا جدا من تفريزات رمضان، عملنا فيها الوصفه اللي ما نستغناش عنها ابدا في كل مناسبه، وذكرياتها الجميله معانا من زمان موجوده ومحفوره في الذاكره. عملنا كفته الرز التقليديه المصريه التحفه جدا جدا، الاقتصاديه جدا جدا. عملنا منها العجينه وقلينا منها، وعملنا منها بالصلصه، وعملنا منها بالشوربه، وكل واحده والتانيه احلى من اختها. كمان قلنا ازاي نفرزها وانهي افضل طريقه لتفرزها. انا عن نفسي طالما في شهر رمضان ومفيش حد هياكل حواليا طول ما انا شغاله، فبشيلها محمره علشان ما هدرش زيت. اما لو في اطفال عندي وبيحبوا ياكلوها محمره، ف
فنسعدهم كده ونرضيهم ونشيلها زي ما انتم شايفين كده متصبعه وجاهزه على الاليه على طول. انتوا طبعا كل واحد في بيته عارف الدنيا حواليه ومحتاج ايه، فجربوها والعجينه طالعه قدامكم والكفته طالعه قدامكم بجد مظبوطه جدا جدا. قلنا كل الاسرار علشان تطلع معاكي 10 على 10. اتمنى تكون حلقه النهارده نالت اعجابكم، هستنى تعليقاتكم وتطبيقاتكم اللي دايما بتساعدنا على بيت العزومه. وكنت معاكم فاطمه ابو حاتي، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.